كان يعيشوا واحد انتكاسه كبيره لكره القدم الافريقيه. افريقيا على المحك، كانت مباراه الذهاب كيف ما شاف الجميع ولاحظ الجميع، وصدر العقاب ديال الحكم غريشا. الان تتمارس نفس العمليه، اذا هناك سوء نيه. لم ننسحب، احنا بغينا نكملوا بالتقنيه الجديده اللي عطاونا في التصريح ديالهم بانه موجود الفار. حيت سولنا مع الفار قال لك هو غير ما خدامش، ما فهمناش. قلنا لهم احنا متمسكين وباغي نلعبوا المباراه، ولكن الرجوع الى الهدف المشروع اللي الطرف الاول عاود الطرف الثاني. اذا هنا نيه مبيته، احنا غنتمسكوا بجميع المساطر القانونيه، وغادي نمشيو مع ملطاس، وغادي نمشيو في جميع، غادي نديروا جميع الامكانيات ونخوضوا جميع الامور والمساطر القانونيه. هذا حرام، حرام على المسيرين اللي كيسيروا الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي اليوم اصبح في خطر، ما عرفناش اذا كانوا بغا يعطيو هذا الكاس هديه. احنا يقولوها لنا، احنا ما نلعبوش، احنا مستعدين اننا نمشيو معاهم في هذا المينول، ولكن هذه كرامه ديال البلاد والسياده. ما يمكنش لينا يجيو يغتصبوا لنا حقنا وحنا كنشوفوا. احنا غادي نمشيو معاهم المساطر القانونيه اللي هي الطاس وهي الفيفا، وغنلجؤوا معاهم لجميع الامور القانونيه. احنا جينا نلعبوا هذه المباراه بروح رياضيه، بروح رياضيه، وكنعاودوا ناكدوها بروح رياضيه، وحنا كنسلكوا المسالك القانونيه. اليوم بان وتبين للجميع، تبين للعالم ان هناك ظلم وعداله غير منصفه، عداله غير منصفه، غير منصفه. اليوم تبين للعالم ان هناك تحكيم لن اقول عليه فاشل، من سيقولها القانون. الناس المختصين قالوا انه بيت مشروع لا في الذهاب، هناك بيت ثاني مشروع وضربه جزاء ثاني مشروعه، الى انهم لا يريدوننا ان ناخذ هذا الكاس. احنا عادي جدا لو الى بغاو يلعبوا معنا الكره، احنا جينا باش نلعبوا الكره وتسود الروح الرياضيه. احنا جينا للبلد الثاني ديالنا الشقيق، الاشقاء ديالنا التونسيين، وعندنا نيه ان نلعبوا بكل روح رياضيه، الا اننا اليوم تنتفاجئوا بمسائل اخرى. قلنا اليوم احنا دويتوا معنا على التقنيه الفار، احنا تنعاودوا ناكدوا لكم اننا احنا متمسكين بهذه التقنيه، انتم اللي جبتوها لنا ماشي احنا اللي جبناها لكم. دويتوا معنا على اساس انه ما خصناش نفوتوا 12 ديال الليل، دابا الوحده الا ربع عاد السيفله بان المباراه انتهت. احنا ما نهيناش المباراه، احنا ما خرجناش من التيران، وحنا مازالين احنا متمسكين بالحق ديالنا ومستعدين ان نمشيو معاهم ونسلكوا معاهم المسالك القانونيه. هذا منكر، هذا منكر، هذا منكر. المنكر من يغيره وهي المؤسسه. اذا كانت المؤسسه تنخرط في المنكر، فهذا عيب وعار على من يسير هذه المؤسسه. شكرا.